حلقه جديده من سفره طبيعيه صدى البلد معاك وتوتو مراد. هنعمل النهارده وصفتين سهلين جدا ما فيهمش اي حاجه. لو عندك ضيوف فجاه كده جم تقدري تعملي الوصفه دي، مش بتحتاج تسع عموده طويله، وسهله وبسيطه، وكمان ممكن ندخلها تحت نطاق ان هي اقتصاديه. طيب هنعمل النهارده وصفتين مع بعض سهلين جدا، وهم ليالي لبنان، وده صنف حلويات حلو جدا طعمه روعه، وفي نفس الوقت مش مكلف، يعني عباره عن لبن وسميد وشويه سكر وخلاص. على كده بتكون وصفتي جاهزه. هي بس الحاجه الوحيده المكلفه بتكون القشطه، وممكن تستخدمي اي نوع قشطه موجود في السوق. ما بفضلش قوي استخدم القشطه البلدي فيها عشان انا بفردها على الوش بتاعها. عايزه تستخدمي قشطه نباتي المعلبه هتمشي كويس جدا معاها. عايزه تستخدمي قشطه اللي هي بالكيلو في قسم الجبنه في اي سوبر ماركت برده هتبقى مناسبه جدا معاها. طيب وهنعمل السحلب، بودره السحلب عشان تبطلي تشتريه من بره، سهل جدا ما فيهوش اي حاجه صعبه. طيب تعالى نسمي بسم الله ونبتدي نشوف مقادير وصفتنا النهارده عباره عن ايه. تعالوا نقول ليالي لبنان الاول، وبعدين نشوف بودره السحلب ازاي اقدر اعملها في البيت باقل التكاليف. معايا لتر من اللبن، لبن بلدي بقى او لبن معلب يعني على حسب الموجود عندك، وعندي كمان كوبايتين من السميد. في الوصفه دي اقدر استخدم اي نوع سميد، يعني استخدم سميد وسط، خشن، ناعم، اي نوع سميد موجود عندك اللي هو السميد اللي هو دقيق البسبوسه. معايا كمان نص كوبايه سكر، وده سكر مظبوط. لو انت بتحبي الحاجه مسكره بزياده يبقى ممكن توصلي كميه لكوبايه من السكر، بس انا بالنسبه لي سكر مظبوط وانت زودي براحتك. معايا طبعا للتزيين فستق مجروش، ومعايا ميه زهر، وخمس علب قشطه. زي ما قلنا كميه القشطه دي اختياري، حتى لو تحطي علبه واحده فمش هيكون فارق. الفكره كلها ان هي بتدي ميكس حلو جدا مع الطبقه اللي بتكون تحت. طيب هعمل ليها سيرب من الكراميل، مش هعمل يعني هعمل كراميل زي الشربات بالظبط، بيتحط عليها طعم وبيكون روعه جدا. بيكون عباره عن كوبايه سكر وكوبايه ميه، وهعمله قدامكم برده عشان تقدروا تعملوه بكل سهوله. تعالوا نشوف بقى بودره السحلب سهله ازاي، ومقاديرها هتلاقيها عندك موجوده في البيت، ومكون واحد اللي ممكن ما تلاقيهوش جاهز، وهقول لك ازاي تعمليه في البيت باسهل طريقه في الدنيا. بودره السحلب عباره عن ايه؟ معايا كوبايه من النشا، نشا الذره العاديه خالص، وكوبايه دقيق رز، هو ده المكون اللي ممكن ما تلاقيهوش عندك، هقول لك تعمليه ازاي بالرز البلدي بتاعنا اللي موجود في البيت. معايا كمان كوبايه لبن بودره مستكه مطحونه اللي هي بتاعه الشوربه العاديه خالص، في منها موجود دلوقتي في الاسواق بودره جاهزه، فلو موجوده استخدميها، مش موجوده يبقى تجيبي المستكه الفص العاديه خالص وتطحنيها كويس جدا. معايا 4 معالق من الكريم شانتيه الخام بدون سكر، وكيس ايس كريم فانيليا، وده هيدي طعم حلو جدا وغناوه لبودره السحلب بتاعتي. معايا بقى جوز هند مطحون، وسوداني محمص، او مكسرات مشكله على حسب الموجود عندك. في كمان ناس بتحط جواه سمسم محمص، اختياري على حسب انت حابه طعم السمسم جواه ولا لا، فدي بتاعتك انت. عايزه تحطيهم حطيهم، مش عايزه يبقى خلاص استغني وحطي بقيه المقادير اللي احنا كتبناها مع بعض. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. مقادير سهله جدا، كمان تقدري ان انت تخزنيه في العلبه بتاعتك اللي انت هتحطيه فيها، هيقعد معاكي مده طويله جدا، هيفضل زي الفل ولا هيرطب ولا هيجرى له اي حاجه. اهم حاجه ان العلبه او البرطمان اللي انا هعمل فيه يكون ناشف تماما، كاني بالظبط هعمل مخلل، لازم البرطمان يكون ناشف ومتعقم كويس جدا عشان ما يرطبش او يجرى له اي حاجه. طيب تعالوا نشوف هنبتدي احط المقادير ازاي مع بعض. ادي عندي كوبايه النشا، وادي كوبايه اللبن البودره، وده دقيق الرز. دقيق الرز ده سعره مش غالي، موجود في اي سوبر ماركت اهو زي ما انتم شايفين، يكون زي الدقيق كده اهو، بس بيكون خشن شويه. طيب انا ما عنديش دقيق رز، هعمل ايه؟ هجيب رز بتاعنا العادي جدا، اجيب مثلا كوبايه كبيره، اغسله كويس وانشفه تماما، حطيه كده قدام المروحه ساعه ولا ساعتين لحد ما ينشف، وتلاقي الحبايه يعني خشنه خالص ومخرفشه كده. بعد كده ابتدي ان انت اطحنيه عندك في الكبه 3 أو 4 مرات، يعني تطحني مره وتقلبيه وترجعي تطحنيه تاني، وبعد كده بتنخليه بمنخل ضيق وتستخدميه زي ما انا هعمل دلوقتي على طول. ادي اهو البودره، وعندي هنا الايس كريم. بودره الايس كريم دي اختياري، بس بتدي طعم وغناوه كده للسحلب، ففعليا بتفرق جدا، وسعرها مش غالي، العلبه بتكون ب4 أو ب5 جنيه، فبالتالي مش هيبقى يعني الموضوع مكلف. كده عندي تمام. تعالوا بقى نحط ايه؟ جوز الهند. شوفوا بقى المقادير بسيطه ازاي جدا،
والمستكه اهي كمان اوريكم بس شكلها مطحونه ازاي. اهي دي مستكه، انا ما كانش عندي هنا بودره فطحنا 3 4 فصوص مستكه اهي، بقت عندي زي الفانيليا كده زي الباودر اهي. عايزه تحطي فانيليا بودره ممكن برضو لو انت بتحبي الطعم بتاع الفانيليا تقدري ان انت تحطيها عادي جدا. شوفوا بقى المكونات دي، كيس استحلب بره لما بنشتريه بيكون كيس صغير كده وسعره مش هنقول غالي، لكن الفكره انك مش ضامنه ايه اللي محطوط ونظافه الحاجه. احنا بقى بالمكونات دي شوفي عملنا حبه قد ايه، وانت ضامنه كل مكون انت حطاه طعمه هيبقى اغنى واحلى من اللي احنا بنشتريه من بره. هقلبه وابتدي بس اخد منه شويه على اللبن على النار عشان اوريكم شكله ازاي هيطلع على النار. هناخد فاصل ونرجع على طول من تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم وحطيت بس يا دوبك الميه. طيب لو انا عايزه اعمله بلبن، انا حاطه بالفعل لبن بودره هنا، فبالتالي اختياري لو انت عايزه ما تعليش قوي التكلفه هتقلبيه مع ميه. لو انت عايزه عندك لبن وحابه تعمليه عشان للولاد يكون مغذي جدا يبقى تقدري تعمليه بلبن عادي. يعني انا دلوقتي هعمله بميه لان عندي بالفعل هنا كميه لبن بودره كويسه، فخلاص هكتفي بان عندي هنا لبن بودره. تعالوا بقى نشوف هناك هنحط ايه. ادي معلقه اتنين تلاته. في العادي كل كوبايه هتاخد معلقتين كبار من بودره السحلب اللي احنا عملناها. عايزه تزودي، في ناس بتحب السحلب يكون تقيل وفي ناس بتحبه خفيف، يعني على حسب انت بتفضليه ازاي. فانا هحط اهو، لو حسيت ان هو محتاج يتقل شويه هزود شويه من بودره السحلب، حسيتي ان هو محتاج يخف شويه هنزود شويه لبن او ميه، يعني ده بعينك انت. بس بصوا عندي لونه ابيض زي الفل، طعمه فعليا لو جربتوه هتلاقوه حلو جدا، هتستغنوا عن اللي انتوا بتشتروه من بره. ناحيه هنقول هنوفر، والناحيه الثانيه ان انا عامله حاجه من اولها لاخرها في البيت مضمونه ما فيهاش اي مشكله. تعالوا بقى ايه نشغل كده البوتاجاز وابتدي كمان اعمل معاكم ليالي لبنان ونشوف ايه قصتها وازاي ان هي سهله جدا وبسيطه مش تاخد وقت خالص. طيب مقاديرها عندي، انا لسه ما شغلتش النار، هنزل الاول باللبن اهي. بسم الله، لو عندك كمان لبن بلدي هتبقى يعني اكتر من روعه. وانزل بالسمين. تكه بقى مهمه جدا، تعالوا نحط الرز واقول لكم على التكه اللي انا مريت بيها فلازم اشرحها لكم. انا عملت ليالي لبنان من كام يوم، عندي حتى عملتها فيديو على البيج بس لسه ما رفعتهاش. استخدمت سميد اللي هو بتاع البسبوسه سايب، تمام، مش المغلف اللي في السوبر ماركت. النسخه اللي انا عاملاها دي عملتها بالمغلف فلقيت ان الكميه زادت، فعشان تبقي مطمنه وانت بتعمليها هتعمليها تنزلي السميد تدريجيا. يعني انا مثلا دلوقتي عندي كيلو لبن وعندي كوبايتين من السميد، هنزل بنص الكميه اهو. هو ده على فكرة نفس النوع اللي أنا عاملة بيه النسخة، تمام؟ أهو هشغل بقى، تعالوا نشغل النار. يبقى أنا حطيت عندي السميد واللبن والسكر وهبتدي إن أنا أشغل النار عشان يبتدي الخليط يربط معي. ولا بحط نشا ولا بحط دقيق، هي زي ما بتتعمل بالظبط أو على أصولها بتكون بالسميد والسكر واللبن وبس، مفيش حاجة تانية. ممكن بقى تحطي لو أنت بتحبي طعم مية الزهر حطي مفيش مشكلة، عايزة تحطي مية ورد، تحطي فانيليا، تحطي مستكة اللي انت عايزاه، بس الأساسي عندي هو سميد وسكر واللبن وطبقة القشطة طبعا احنا هنحطها على وشها من فوق. أنا هبتدي بس كده أقلب لحد ما ايه الخليط يبتدي يسخن معايا. تعالوا كمان نعلي النار عشان يسخن معايا على طول. نشغل دي كده، والسحلب برضو ما تسيبوش عشان ما يعملش طبقه تحت في البوله بتاعتي. ودي كمان اهي كده زي الفل، ان شاء الله يسخن على طول. فكره بقى الوصفه دي ان هي اقتصاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. لو انت حاسه ان القشطه هتبقى تكلفه ممكن على فكره تحطي عليه شويه مكسرات فول سوداني جوز هند اللي موجود عندك وتبتدي ان انت تزينيها، بس هي القشطه بتديها طعم كريمي جدا وطعم حلو، حتى ممكن على مدى يبتدي يسخن معايا او يغلي ممكن ازينها معاكم عشان اقطع كمان حته قبل ما الوقت بتاعنا يخلص واوريكم شكلها من جوه. حلوه جدا وسهله وبسيطه. هزود شويه كده.
انت بقى على حسب نوع السميد بتاعك. يعني انا عندي هنا مثلا مقدار لتر من اللبن يعني 4 كوبايات وكوبايتين من السميد. انزلي بكوبايه الاول وقلبي على النار، حسيتي ان هو خفيف بعد ما يبتدي يغلي ما تزوديش قبل ما يغلي، ان كل ما بيغلي كل ما بيتقل. حسيتي ان هو القوام بتاعه خفيف شويه يبقى زودي شويه سميد، تمام، عشان تبقوا ايه على نور، لان نوع السميد زي ما قلت لكم بيختلف من ماركه للتانيه. تعالوا بقى نقلب نشوف السحلب بتاعنا اخباره ايه. اهو والقوام ابتدى يتقل عندي، بس طبعا ما غليش ولا سخن. في ناس على فكره بتحط موز في السحلب، بحطه ساعه التقديم في الكوبايه بيبقى طعمه حلو جدا وبيتاكل بالمعلقه. ممكن تحطي قرفه، ممكن تحطي على الخلطه بتاعتك دي اللي هي بودره سحلب تحطي كاكاو بس خام، ما تحطيش كاكاو بسكر. عايز تحطي كاكاو بسكر ممكن تعملي ميكس بين الاثنين، يعني بين الكاكاو العادي اللي هو اللي بسكر وبين الكاكاو الخام اللي هو الاسباني، عشان يبقى في معادله ما يبقاش السكر عندي عادي. اديني اهو بنقلب. لو حسيت ان هو محتاج شويه بودره سحلب او حاجه تربط ممكن ازود عادي، مفيش اي مشكله. والليالي اللي بنان اهي ابتدت عندي ان هي اسمع الصوت. بصوا القوام اهو شايفين بيتقل عندي، ودي نقطه مهمه. هفضل اقلب فيه، النار عندي بتكون وسط مش عالي قوي عشان ما يتحرقش. نقلب كده خفيف بقى ابتدى يسخن، هقدر بقى في المرحله دي اعرف فعلا اذا كان محتاج شويه سميد ولا لا. اهو قلبت كده حطيت شويه. تعالوا كمان نحط السكر اللي هو شربات الكراميل اللي احنا نعمله، طعمه فوق الروعه. يعني بيبقى طبقه المهلبيه السميد دي اللي هي ليالي لبنان، وبتكون طبقه القشطه ومكسرات وطبقه شربات الكراميل، فانتم متخيلين الطعم هيكون قد ايه حلو وسهله وبسيطه، مفيش اي حاجه صعبه. اديني بقلب اهو على النار اشوف هياخد بقيه الكميه اللي فاضله عندي ولا هستغنى عنها كده وخلاص، يبقى القوام كده بالنسبه لي زي الفل. نقلب هنا برضو هنا وهنا. تعالوا بقى نشوف موضوع الشربات بتاع الكراميل ده بيكون عباره عن ايه. دي عندي على ايه النار طاسه فيها كوبايه من السكر، تمام، واحط عليهم شويه ميه صغيره تساعدني على ايه، على ان السكر يتكرمل كويس جدا. اهو ما بقلبش بقى، يعني انا اخري هعمل ايه، اعمل كده لكن ما اقعدش اقلب. لو قلبت كتير ده في اي بقى صوص كراميل هتعمليه، لو قلبت كتير هتلاقي ان الحروف بتاعته طلعت زي بالورات كده الصغيره وهيبتدي يسكر منك ومش هيكون حلو ابدا. فانا اخد بالي انا يا دوبك بس بحرك الطاسه كده عشان كل السكر بتاعي يوصل له الميه. هياخد بالظبط نفس نوع السميد اللي هي الكيس اللي لونه موف موجود في السوبر ماركت، انتوا اكيد عارفينه. الكيلو لبن بالظبط هياخد من كوبايتين لكوبايتين الا ربع. بص القوام عندي ابتدى يتقل ازاي زي ما انتوا شايفين اهو كده زي الفل. اهو عايزه كمان اجيب كده ايه معلقه او حاجه عشان اوريكم شكله. ميه الزهر او الفانيليا او اي حاجه منكهات انت هتحطيها حطيها في الاخر عشان ايه ما تمررش معاكي المهلبيه بتاعتي او ليالي لبنان، عشان تديكي قوام في الاخر حلو جدا. اهو شايفين بقى النعومه بتاعتها. عايزه اقول لكم ان هي ما بتحتاجش حتى تدخل الثلاجه، لو سبتيها على الرخامه كده ساعه ولا حاجه في الجو اللي احنا فيه ده هتتقل معاكي وتبرد وتبقى زي الفل. اهو بصوا بقى خلاص كده، يبقى كده خدت عندي قد ايه كوبايتين الا ربع من السميد، خلاص كده زي الفل ما عنديش اي حاجه ثانيه. اهو شايفين القوام بتاعها حلو ازاي. هقفل بقى النار عندي واوريكم هنعمل ايه. كده زي الفل. هنقل دي عندي عشان العين دي اعلى تقليبه كده، وناخد دي هنا وتعالوا نصبها. ولا بدهن القالب بتاعي ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، بحطها كده على طول بدون اي ماده دهنيه او اي حاجه، هي بتخرج على طول من الصينيه بكل سهوله فما تقلقوش من النقطه دي. نشغل بس ايه البوتاجاز بتاعنا، تعالوا نشوف اهي. قلب كده تقليبه، كل ما بيسخن كل ما بيبتدي القوام بتاع السحلب بيتقل عندي. اهو لو احتجت ازود هزود شويه من البودره على يتقل شويه، فدي بالنظر. في العادي انا عشان ما عايرتش الميه فحطيت
سميت كده وحطيتها على طول، لكن انت في البيت الكوبايه الميه او اللبن عندك هتاخد معلقتين كبار من بودره السحلب اللي احنا عملناه، فانا ممكن ازود دلوقتي معلقه كده صغننه اهي، وابتدي ايه معلقه وشويه اهو. وعندي الكراميل ابتدى كمان يشتغل، هصب دلوقتي المهلبيه بتاعت السميد، ما ينفعش ابدا اركنها لانها بتمسك بسرعه جدا، فناخد بالنا من النقطه دي، فهصبها دلوقتي سريعا على طول. بصوا مجرد ما سبتها، فانت اول ما تقفلي عليها النار حطيها على طول، ما تستنيش اهي، هديها تقليبه كده وبعدين هنزل. لازم يكون عندي القوام تقيل، ما ينفعش ابدا اسيبها القوام خفيف عشان تربط معايا زي النسخه اللي انا مجهزاها اهي. نجيب بس سباتيلا وابتدي انزلها معاكم، والكراميل عندي اهو كمان على النار، يا دوبك بس بحرك الطاسه مش اكتر من كده، سميه كده بالله، وابتدي انزلها عندي بس كده. عايزه بقى انا كمان اللي انا جهزتها دي حطيت شويه ميه بسيطه على ايدي وابتديت ان انا افردها عشان السطح بتاعي يكون مستوي وزي الفل، يكون كده ايه سوا واحد زي اللي انتوا شايفينه كده زي الفل. شايفين بقى نعومتها وطعمها، والله ما ادري اقول لكم حلوه ازاي، رغم انها سهله جدا وبسيطه فش اي حاجه صعبه اهي كده زي الفل. نفرد كده كويس، انتوا بقى في البيت ايه سووها كده بمزاج اهي. بسيبها عندي على الرخامه او الثلاجه، بس يعني ادوها بس شويه تهدى عشان ما ادخلهاش وهي سخنه كده 10 دقايق، وبعدين بدخلها وببتدي ان انا بعد كده اطلعها زي اللي انا مجهزاها اهي، وابتدي احط بقى القشطه بتاعتي والكلام ده كله. ايه دي كده اهو زي الفل. خدوا بالكم انا هنا ما حطيتش سكر، السكر حطيه بالطلب، يعني انت مثلا هتحطي عندك الخليط على النار وحطي السكر على حسب الذوق او على حسب ما انت سكرك ايه. هنصب كمان السحلب دلوقتي، نجيب كده نظبط حاجه دي خلاص بقى هسيبها تبرد. تعالوا بس نصب السحلب الاول نشوف قد ايه القوام بتاعه حلو جدا، يعني ممكن يكون تقيل سنه هخفف بشويه ميه، واختياري عايزه ان انت في ناس تحبه تقيل في ناس تحبه خفيف على حسب الذوق بتاعك اهو، حاجه بسيطه بس اهو كده تمام وزي الفل. لو انت عندك بقى كراميل جاهز، يعني عندك صوص كراميل ممكن تحطيه على فكره على المهلبيه بتاعتي او ليالي لبنان، مش شرط ان انا اعمل كرملت السكر، بس فعليا هي كرملت السكر دي بتكون حلوه جدا اهي. زود بس ايه شويه ميه صغيرين خالص بس كده. تعالوا بقى ايه ننزل بالسحلب الحلو بتاع اهو كده زي الفل. شايفين لونه ابيض ازاي وحلو وطعمه روعه، هيعجبكم جدا ان شاء الله. نسميه بالله اهو، مكوناته موجوده في البيت، حتى قلت لكم على طريقه الرز لو انا ما عنديش دقيق رز اقدر اعمله ازاي بكل سهوله بس كده. ده كده زي الفل. تعالوا بقى نزينه تزيين بسيط جدا اهو عندي، حط بقى ايه شويه مكسرات كده مشكله على الوش، تحطي زبيب بقى، رشه قرفه برده معاه بتبقى حلوه جدا على حسب انت حابه او المتوفر عندك ايه كده تمام اهو. شايفين شكله يفتح النفس ازاي اهو حلو جدا، من ايه من شويه مكونات بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه، والسكر عندي اهو بيتكرمل، احنا معانا لسه وقت شويه سباعي ولا الوقت. تعالوا نزين اللي انا مجهزاه اللي هي بردت خلاص وشها عندي عمل طبقه خفيفه كده، فبالتالي اقدر ازينها بكل سهوله. تعالوا نزينها كده مع بعض ونشوف ايه الاخبار. نحطهم كده هنا ونجيب الحلوه دي، ميه الزهر زي ما قلت لكم اختياري، ممكن تحطيها وممكن ما تحطيهاش على حسب انت حابه ايه، عشان بس تشوفوني اهو. طيب ادي القشطه النباتي مختلفه طبعا عن القشطه البلدي، ده بيكون شكلها زي ما انتم شايفين كده
في انواع كتير منها موجوده في السوق، يعني مش لازم اروح اجيب اغلى نوع، لا اللي موجود قدامك هاتيه مفيش اي مشكله. العلبه بتكون بحوالي يعني من 9 ل 15 جنيه على حسب المكان اللي انت جايباه منها. تعالوا بقى ننزل بيها كده هنا وابتدي افردها على الوش. صنف حلويات سهل جدا، حتى ممكن تخلي الولاد كده يساعدوكي فيه من كتر سهولته، ما فيهوش اي حاجه ولا بقى محتاج فرن ولا محتاج وقت طويل زي ما انتوا شفتوا. يعني ممكن حتى ما كنتش جهزت نسخه، بس انا كان لازم الوش عندي يبرد عشان اقدر احط القشطه، لاني ما ينفعش وهي سخنه ابدا اروح حاطه القشطه، فممكن ان هي من السخونه تبتدي تفصل وتنزل ميه، فمش هيبقى شكلها حلو كده. تمام جدا، احط بقى ايه شويه فستق كده على الوش، نظبط بس الدنيا عندي. والكراميل اهو، حاضر اهو، هي الاساس بتاعها فستق. تمام، بس لو مش موجود حطي اي مكسرات عندك، يعني مش لازم ارهق نفسي. انا كان عندي هنا شويه فستق فقلت ايه خلاص هحطهم عشان اوريكم شكلها زي ما هي متعارف عليها او زي ما هي يعني بيعملوها في لبنان. فاهي حبه فستق كده حلوين اهو زي ما انتم شايفين كده، وهزين دلوقتي هقطع حته معاكم على طول عشان تقدروا تشوفوا شكلها كمان من جوه. انا كمان عملت بولات صغيره اللي هي اللي انتم شايفينها دي عشان يبقى يعني عندي ده وده. طيب تعالوا نقطع حته بقى نشوف شكلها ايه من جوه. حط بس شويه كده مكسرات عندي هنا ونقطع حته دلوقتي حالا اوريكم شكلها. يفضل بعد ما احط طبقه القشطه دي ادخلها شويه التلاجه عشان بس القشطه تمسك معايا، وبعد كده ببتدي ان انا اقطعها. انا هسمي بلا واقطعها على طول واوريكم شكلها من جوه اهي. اطلع كده ناخد دي، اتاكد بس عشان كل الحروف بتاعتي تبقى تخرج معايا بكل سهوله اهي. اطلع كده كده بس ايه ان مفيش اي حاجه ماسكه اهي. شايفين شكلها حلوه جدا. عايزه تعملي الارتفاع اقل من ده شويه مفيش مشكله، دي بتاعتك انت على حسب انت بتحبي ايه. يعني انت لو من الناس اللي بتحب مهلبيه استميد او ليل لبنان قوي يبقى اعملي طبقه عاليه، لو حابه ان هي تكون رقيقه يعني رفيعه وهتعمل كمان معاكي كميه اكبر يعني اختياري على حسب انت حابه ايه. زينا دلوقتي بالكراميل اللي انا مجهزاه لاني اعتقد ان انا مش هلحق ان الكراميل بتاعي يكون اتكرمل. هعمل ايه بقى اللحظه بقى ايه بتاعه الشربات الكراميل اهي. شايفين بقى الحلاوه والسهوله، يعني من مكونات موجوده عندنا كلنا تقدري ان انت تعملي صنف حلويات حلو جدا. زي كمان دي كده، اديها كده تزيينه بسيطه وبس خلاص. الكراميل بقى اللي عندي على النار هو لسه للاسف محتاج شويه وقت عشان يتكرمل. هنعمل ايه؟ كاني بعمل بالظبط صوص كراميل، هبتدي ان انا السكر يتكرمل مع الميه زي ما احنا شفنا، ياخد لون بني غامق شويه، يعني ما ياخدش لون ذهبي، لا يغمق شويه عشان اخد طعم حرق السكر. بعد كده هبتدي انزل بكوبايه ميه دافيه شويه وافضل اقلب لحد ما يبتدي ان هو يفك معايا. هتلاقي الاول عمل تكتلات كده، بس لما تفضلي تقلبي وهدي النار هتلاقيه عمل شربات الكراميل زي اللي انا وريته لكم ده. انا كنت مجهزاهم حبه صغيرين فكان نفسي اعمل معاكم ده، بس انتوا عارفين الوقت بيكون ضيق، لكن انتوا في البيت كرملي السكر كانك بتعملي كراميل بالظبط، بس بدل الكريمه او القشطه هتحطي كوبايه ميه ويطلع معاكي ان شاء الله زي الفل. طبعا كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل بالشرح بالمقادير بكل حاجه عشان تقدروا ان انتوا تطبقوا الوصفه بكل سهوله. هسيب انا بقى السكر يتكرمل على النار وهكتب لكم كل حاجه ان شاء الله على الصفحه. ناخد فاصل سريع ونرجع على طول لفقرتنا الطبيه.